أهلا بكم مشاهدينا، هي 10 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرانتش موجز لأهم الأخبار. تحياتي، أهلا بكم. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين في تمام الساعة 2:30 ظهرا بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان أنه من المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين للانتخاب وكذا الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المرتقبة ومواعيدها. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السكرتير العام أشاد بالدور الريادي الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف. ومن ناحية أخرى، استعرض وزير الخارجية تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وكذا سوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط. إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة في ليبيا تسجيل نحو 3845 حالة وفاة في وزارة الصحة حتى الآن جراء الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا. وأضاف أن عملية الإعلان عن الوفيات سيكون فقط للوفيات التي تم توثيقها. استشهد شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، جاء ذلك إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طول كرم بأعداد كبيرة ترافقها جرافات عسكرية وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي وكذا البنية التحتية في المخيم فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين. هاي بكت جوا الجيش اطلعوا يا عم اجرب ضربات لكم مش جوا بيري هاي بكت اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أفادت مصادر فلسطينية أيضا بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى وأعاقت دخول المصلين والمرابطين لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة. أفادت سلطات إقليم سومي الأوكراني بأن الجيش الروسي قصف المناطق الحدودية التابعة للإقليم 21 مرة في آخر 24 ساعة مما أسفر عن مقتل رجل. وذكرت سلطات الإقليم أنه تم تسجيل إجمالي 100 وانفجار واحد، مضيفة أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار، بينما تم الإبلاغ عن هجمات بقذائف الهاون. اتهمت الفلبين قوات خفر السواحل الصينية بتركيب حاجز عائم في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، قائلة أنه يمنع مواطنيها من دخول المنطقة وممارسة أنشطة الصيد.
قال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني إن مانيلا تدين تركيب الصين حاجزا عائما في جزء من منطقة سكاربو شول المتنازع عليها بين البلدين، ومؤكدة أن ذلك الإجراء يمنع قوارب الصيد الفلبينية من دخول المنطقة، وكذا يحرمها من أنشطة الصيد وكذا المعيشة. مشاهدينا، ختام العاشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا دوما على طيب المتابعة.